ضيفتنا اليوم هي شيف مميزة وناشطة بوسائل التواصل الاجتماعي وعرفت لتطبيقها لطبخات بطريقة سهلة جدا وسريعة. اليوم راح تعرفنا على طرق لعمل حلويات رمضانية بنفس طريقتها الشهيرة. حياك الله معنا شيف نسرين. هلا وسهلا بك شيف نسرين. الله يحييك. اول شيء الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. سمعنا انه صارت اشياء في الطريق الحمد لله بس ما جاء وصلتي بالسلامه وهذا اهم شيء. الحمد لله. ايش محضرت لنا اليوم؟ بسبوسه الكاروهات. بسبوسه الكاروهات. الكاروهات ايش معنى الكاروهات؟ ايش الكاروهات يعني؟ يعني شكل الكاروهات. شكل الكاروهات الحلوه البسبوسه. لا هذه اسمها بسبوسه الكاروهات. بسبوسه مو بس احنا في عندنا في بسبوسه عاديه. ايه؟ في بالقشطه. في بسبوسه الياماني بالقشطه. ايوه في كذا بسبوسه. ايوه. في كذا نوع. خلينا نشوف المقادير مع بعض ايش هي يعني. المقادير طبعا اهم شيء في الدقيق والجاز الهند والسكر والفانيلا الاشياء الطبيعيه البيك باودر وايش بعد والسميد والبيض. انا شفت السيد زايد علي هنا الدقيق. موضوع انه الدقيق لا فيه. هذه اول فيه. مره أيوة فيها. طيب طبعا كوب من كل شيء. لا في منها نص وفي الكوب الوحيد اللي هو الجاز الهند. كثير والله يعتبر. لا عشان تنفش معنا. عشان تنفش. ماذا عن القشطة؟ نفسها بتدخل بالمكونات قشطة. وراح أحدد بعد بقشطة الجيمر من الخارج يعني. حلو خلينا نبدأ نسرين نسوي الطريقة. يلا. أنا في ناس أعرفهم يخلطوا الجاف لحال وبعدين يخلطوا السوائل لحال. لا هذه الطريقة كلها مع بعض سهلة يعني. ما تأخذ حتى وقت أبدا. راح نخلط المكونات كاملة. هنا جوز الهند. نعم. كوب كامل السكر نص كوب. كلها بالأكواب المعيارية. ممتاز. هنا دقيق نص كوب. حبتين بيض. حبتين. لا أيوة حبتين بيض. إحنا اللي بتشيل الزفر. أي هذا شيء مهم. الفانيلا اللي هي الفانيلا. مظبوط. إحنا طريقتنا حقت أيام الطيبين معيارنا العلبة حقت القشطة. صح حتى انت ما احيانا امشي عليها. هنا انا عاشق البيكنج باودر فمتحمسه فعشان كذا مركزه مع الشيف نسرين كيف نطبق البسبوسه بما انه يعني احنا حيكون عندنا اساسا شغل وحيكون عندنا تطبيق فقاعده اتعلم قاعده اغش من الحين من دحين. السميد في انواع في شيء كبير صغير ناعم وخشن. ناعم خشن شكرا يا ودي. السمين؟ ايوه هذا الناعم. باقي الزيت. اي الزيت؟ أيوة. اوكي هنشوف. انا اختفيت يا جماعه. اختفت ترى. الزيت نفس الشيء نص كوب. نص كوب زيت. ايوه اي هذه نفس الطريقه حقتي. ممتاز حلو. فقد الزايد الدقيق. دقيق. الدقيق. خلاص حاليا نخلطهم. طيب بهذا؟ لا الخلاط. بالخلاط. ايوه شوفي اريح. اوكي والمكونات تتجانس بسرعه. ممتاز. اي ما تاخذي شيء ما تاخذي وقت يعني. انا والله العاده البسبوسه بيدي يعني بالملعقه زي كذا اخلطها. ايوه عادي ممكن ترى ما يعني ما راح تفرق لكن اريح لي. ممكن حتى في العجانه اذا فيها بيكنج باودر الافضل انك تسوينها كذا عشان ما تختلط عليك مرتين لما تصير باليد وتنتفخ عندك صح؟ كيف يعني ماني فاهمة عليك؟ يعني إذا كان فيها بيكنج باودر نفس العجينة. أيوة. يفضل إنك تسوينها بالآلة. ما يفضل إنك تخلطينها بيدك وتكوني على درجة معينة بحيث إنها إذا حطيتيها بالفرن ما تفش. أيوة أنت ما راح تزيدي خلط تقصدي. أيوة ما راح تزيدي خلط طبعًا. الخلط بيكون يعني مو بزيادة. نفس الكيكة نفس الشيء. إذا خلطتيها زيادة ما تحب سبحان الله الخلط. الكيك والبسبوسة نفس الشيء. شكلها مو مشغل معلش. طيب شوفي كذا اشتغل. إذا ما اشتغل عادي ترى. لا ممكن نخليه بالأنا شيء كذا سهل. عادي نسويه بطريقة عادي ما في مشكلة. خليها باليد الطريقة العادية. أيوة. طريقتنا البسيطة. أنا بس مصدومة من معلومة أودي يعني اللي أعرف أن مالك في المطبخ ما شاء الله من وين لك هذه المعلومات؟ لا دقيقة صدق قبل رمضان قاعدين نسأل هذه والله يعني أنا متحمسة. أنا أحب ريحة البسبوسة خصوصاً إذا طلعت من الفرن يعني يا سلام. وحطيت الشيرة فوقها يا سلام. وبعدين بسبوسة البيت غير بسبوسة واحدة ونص علبة. فخلونا نتابع مع شيف نسرين ونشوف وين وصلت. حطينا علبة ونص قشطة كمان. ايوه حلو. وبنخلطها كويس. ومثل مشكلة انا جايبة الخلاط. يلا ما مشكلة. بهذا الشكل.
طيب نخليها ترتاح شويه ولا على طول؟ لا 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 ابدا ابدا ما ترتاح ابدا. اوكي طيب ما في وقت ترتاح ما عندي وقت. ايش تقول؟ ما في وقت ترتاح لازم اول باول. ايوه طيب وبعد كذا خلاص بنحطها على الصينيه اللي بتكون رفيعه هذه. ايوه اذا كانت تيفال يعني ما تلصق مباشره تصبير. أيوة بس احنا نتذكر نحط فيها زيت وطحينه. لا لا طحينه صح؟ لا لا اذا ما كانت تلصق او اذا تحبين طعم الطحينه ممكن. ممتاز. انا هذه ما راح اضيفها. ممتاز. يصير بعد كذا خلاص نحطها على الطاوله مباشره وراح ندخلها. قديش تاخذ وقت الفرن؟ ما تاخذ وقت كثير، ربع ساعه بالكثير يعني اتوقع. حتى ممكن اقل. وطبعا نكون مجهزين الشيره حقتها. ايوه الحين بسويها، المفروض انا مسويتها. فهي راحت في الحادث. الحمد لله. يديك العافية شيف نسرين، جدا انبسطنا بوجودك معانا ونتمنى المشاهدين تكون عجبتهم هذه الطريقة الخفيفة السريعة اللي مرة سريعة وسهلة، خصوصا انه رمضان على الابواب وكل سنة وانت طيبة. شكرا لك شيف نسرين، شكرا لوجودك معانا. والله لي الشرف باستضافتكم. الله يسعدك. شكرا لك. مشاهدينا احنا بكذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ودائما نذكركم بالمشاركة في مواقعنا في التواصل الاجتماعي وحساباتنا عشان تتواصلوا معنا. تقبلوا تحياتي أنا وزميلتي وأكيد الشيف نسرين. شكرا لكم، وحلقة جديدة غدا بإذن الله. إلى اللقاء. We'll be right back.